راديو الأهرام يقدم المريض أهم، برنامج طبي مع منى السيد. مستمعي راديو الأهرام، حلقتنا النهاردة من داخل غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر. معنا الدكتورة نادية شعيب، دكتورة فرنسية من أصل لبناني، دكتورة صيدلانية وهو متخصصة في الأبحاث الطبية. تكلمنا النهاردة عن العلاقة الفرنسية المصرية في القطاع الطبي، وخاصة التأمين الصحي في الأبحاث الطبية في أمراض الكبد بصفة عامة، الالتهابات والتليف وأخيرا السرطان. أهلا بك يا دكتورة نادية. أهلا فيك يا حبيبي، نورتينا في مصر. أهلا، منورة بأهل الطيبة. الله يخليك. عايزين نتكلم النهاردة عن مجال التأمين الصحي. أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، وميرسي على الانترفيو. شو بدي خبرك، نحن موضوعنا فرنسي المصري، تعاون أصلا عريق وما بينعاد لا بالأيام ولا بالسنين. بالنسبة للشق الطبي بشكل خاص والصحي بشكل عام، نحن كهيئة صحية بالغرفة الفرنسية بشرنا من شهر يونيو الماضي مع انطلاقة منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر. بشرنا بأول مؤتمر كان تاريخه 9 يونيو الماضي، وكان في معنا كامل الأطراف المصرية والفرقاء المعنيين بالأمر، يعني هيئة الرقابة والاعتماد برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، كان معنا هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النوري، أو كان معنا هيئة التأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد معيط، وكان ممثل بشخصيات مرموقة من الوزارة المالية، بلس كل الأطراف المعنية والمدنية والمهنية من الجمهورية. هدفنا كان نوصل لحد انه كيف فينا نحن كفرنسا نساعد مصر بهالانطلاقة العظيمة، اللي هي مبادرة يعني فعلا كتير نبيلة من قبل الرئيس السيسي بوضع مصر على خريطة التأمين الصحي الشامل، حق لكل مواطن مصري، خاصة انه فرنسا معروفة، مش لانه نحن فرنسيين لا، بل لانه فرنسا معروفة هي اشهر منظومة صحية بالتأمين الشامل، واللي أساسها بيرجع لبعد الحرب العالمية الثانية من 1945. يعني عنا بفرنسا تاريخ فوق 70 سنة وخبرة بالتأمين الصحي الشامل، ممكن نحط هالخبرات بخدمة هالتقدم الحالي بمصر. أفهم من كده أن حضرتك كان عندك مثلا مخطط أو تجربة قدرتي توصليها لمصر عشان نقتبس منها أو نتعلم منها أو تبادل خبرات بيننا وبينكم؟ بالفعل، وهذا اللي صار. ونحن مؤتمرنا اللي صار بتسعة يونيو من قبل الغرفة الفرنسية لقى نجاح على مستوى الجمهورية عظيم، لدرجة رفعنا تقرير للسفير الفرنسي وحملوا للأطراف المعنية الفرنسية الصحية من مبدأ خلق كل هالتعاونات، واللي هلأ بلشت بين الهيئات المصرية والفرنسية لحتى يكون في التعاون المطلوب لضخ الخبرات ولتعاونات ولتنمية القدرات إن شاء الله. هنتكلم تاني تخصص حضرتك اللي هو مجال الأبحاث الطبية، وحضرتك أكدتي على الأمراض الكبد والصفة عامة، الالتهابات والتليف والسرطان مؤخرا، ممكن تكلمينا عن الجزء ده؟ صحيح. نحن كأول شيء كخبراء أبحاث، يعني من خلال مجموعتنا كلين جروب اللي هي لا تبغي الربح، واللي حاليا نحن من بين النشاطات الأولية اللي اخدينا على عاتقنا بمصر هي بالشراكة مع الدكتور جمال شيحة مع مركز الراية مركز الكبد بشربين بالدقهلية، هي أولا خلق وحدة أبحاث الكبد بخبرات فرنسية مصرية بعد كل قصص النجاح اللي بناها المركز فعلا العظيم اللي عالج فوق أكتر فوق 200,000 حالة. حاليا عم ناخد على عاتقنا أكتر وأكتر تنمية البيانات لتطوير سبل التشخيص المبكر، خاصة لأنه نحن عارفين صارت قصة الالتهابات ومصر يعني هنئت عالميا بالنسبة لنجاحها بإدارة حالة الفيروس سي، وحاليا نحن طبعا بموجب الوقاية لموضوع ما بعد الفيروس سي، أول شيء الفيروس سي والحملات اللي عم تتكفى، وما شاء الله يعني فعلا هون الريادة من الرئاسة ومن وزارة الصحة شغلات عظيمة، مثل ما سمعتي هلأ شوي من شوي كيف نحكى من مركز الراية عم
بتصير بالريادة الرئاسية اللي عم تنعم انه مصر بدون خالية من الفيروس او بالتعاون مع وزارة الصحة، بلس انه هلا التحضير لما بعد الالتهابات اللي هي كمان قد ايه متوقع من اللي انصابوا بالفيروس قد ايه ممكن لا سمح الله يعملوا سرطان. وهون فعلا العلماء الكبار بالكبد كان بمصر مثل الدكتور جمال شيحة وغيره من العلماء الكبار او من اوروبا ومن افريقيا عم يتحضروا فعلا لاكثر واكثر لسبل التشخيص المبكر للسرطان خاصة بما بعد الالتهابات. عايزين نقول ايه النشاط بعد كده اللي حضرتك او المؤسسة عندكم هتبتدي تعمله في مصر بعد كده، مخطط ايه؟ يعني مثل ما شفتي هلا نشاطات كتير 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 كتر خير الله، والله يقدرنا قد ما فينا حد خاصة مع هالفريق العمل النشيط الحمد لله اللي قدرنا نبنيه بهالكم شهر. الفوكس يعني المحور الأساسي للتعاون مثل ما سمعتي هلا بتنمية مع بنك الشفاء بالنسبة لعلاج فعلا الكبد بشكل رئيسي، وشكل تاني كمان هو سرطان النساء بالتعاون مع المستشفيات الراعية للأمر، لأنه هولي كانوا صاروا محاور خبراتنا الرئيسية بآخر سنوات، خاصة أنه أنا بترأس كمان أنا نائبة رئيس مؤسسة فرنسية لعلاج سرطان النساء بالشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن هدفنا هلأ أنه إن شاء الله مؤتمرنا الأول للشرق الأوسط وأفريقيا نطلقه من القاهرة بمارس الجاي. بعد التشخيص مثل ما شفت كتير بالبرزنتيشن مشوي ركزنا على التشخيص وقدي حتى بلبنان وببلدان مختلفة عملنا حملة تشخيص، ومثل ما حاليا بمصر في حملة كتير كتير كبيرة للتشخيص بسرطان الثدي بشكل أول، بس كمان في سرطانات الأخرى مثل سرطان الرحم وعنق الرحم. عنق الرحم موضوع كتير شائك عنا بالمنطقة لأنه بينتقل بالعدوى، بس كمان موضوع كتير لازم يتسلط عليه الضوء. ولو سرطان المبيض اللي هو معروف قد هو كمان خبيث. سو كمان طبعا في سرطان الثدي، بس في هول ثلاث سرطانات عند الست اللي كمان بيستحقوا ضوء التسليط عليهم الضوء بشكل ينعطوا أهميتهم من ناحية أولى للتشخيص، من ناحية تانية للتشخيص المبكر للكشف المبكر، ومن ناحية ثالثة طبعا هون بيجي دورنا أكثر كخبراء بالصيدلة وبالأبحاث كمان لسبل العلاج. وهذا هدفنا إن شاء الله حيكون من مؤتمرنا بمارس القادم. نقينا مارس لأنه طبعا هو شهر المرأة، في يوم المرأة وفي شهر المرأة، ونحن منقول كل يوم يوم المرأة وكل شهر شهر المرأة. أوكي. ومن خلالها إن شاء الله حيكون في الخبرات الأوروبية بسبل العلاج الحالي للسرطانات الغير الثدي تسلط عليها. من حضرتك إن مصر تعتبر رائد أفريقيا، عايزين بقى نوضح الجزئية دي. نحن اليوم يعني هذه مش بس بمحبتي بمصر، بس بالمعطيات العلمية والمهنية الموجودة فعلا بكذا اختصاص طبي، سيما إذا عم نحكي اليوم على الأقل هلأ بأمراض الكبد، فعلا مصر بتاخد الريادة الأفريقية وبيلبق لها حتى علميا ومهنيا تاخد هلأ الريادة الأفريقية. ومع رئاسة الاتحاد حاليا في صار الأفريكا ليفر بيشنس أسوسيشن، يعني الاتحاد الأفريقي لمرضى الكبد اللي بترأسه الدكتور جمال شيحة كمان من مصر. هون فعلا كل هالتجارب الناجحة اللي مرقت فيها مصر على صعيد يسلط الضوء عليه عالميا من ريادة علاج الفيروس سي أولا، فعلا صارت هالخبرات حاضرة من مصر تنضخ كمان لريادة أفريقية بشكل عام. متشكرة جدا. أهلا وسهلا بيكي في المريض أهم، وإن شاء الله يبقى لنا حلقة قادمة ونتكلم عن موضوعات أكتر من فرنسا لمصر إن شاء الله. الله يقدرنا. شكرا يا دكتور. شكرا. المريض أهم، برنامج طبي مع منى السيد.